بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في باب حرمة مكة، الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي في باب حرمة مكة حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، وكذلك البدء بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وتقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بكون مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وأن حرمتها مستمرة إلى يوم القيامة، وأنها حلت له ساعة من نهار، وعادت حرمتها اليوم كما كانت بالأمس، فليس لأحد أن يترخص بما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لغيره. وتقدم أيضا ما يتعلق بأنه لا ينفر الصيد، وكذلك لا يقطع الشجر ولا يختلى الخلاء، وأن المقصود بذلك الذي غرسه الناس، فإن لهم أن يقطعوه، وأما الذي لم يغرسوه فإنه يتركونه كما خلقه الله، سواء كان شجرا أو عشبا. والعشب الذي أنبته الله، والشجر الذي أنبته الله، هو الذي يبقى. وأما ما غرسه الناس أو زرعه الناس من الزروع والبقول وما إلى ذلك فإن لهم أن يأخذوه، لأنهم زرعوه لمصلحتهم فيحصدونه ويستفيدون منه، وإلا لأي فائدة يزرعونه ثم لا يحل لهم. فإذا التحريم إنما هو في الشيء الذي أنبته الله عز وجل كالشجر والعشب. وذكر أيضا أن من ذلك أنه لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أو لمن عرفها، وهذا مما اختصت به مكة والمدينة، لأن الحديث جاء في مكة، وقد جاء حديث آخر في المدينة في سنن أبي داود بإسناد صحيح، أنه قال إنه لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. فإذا هذا الحكم ليس خاصا بمكة، وإنما المدينة مثلها. والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح، ورقمه 2035، رقمه في سنن أبي داود 2035، فيه ما في هذا الحديث من أن لقطتها لا تحل إلا لمنشد. وإنما خصت مكة والمدينة بأن لقطتهما لا تحل، وأنها لا تعرف لمدة سنة كغيرها ثم يملكها ملتقطها، وإنما خصت مكة والمدينة بأنها تعرف أبدا، لأن مكة والمدينة تردد عليها الناس ويأتون للحج والعمرة والزيارة، فإذا فقد الإنسان شيئا هذه السنة ثم رجع إلى بلده ورجع وجاء مرة أخرى
يأتي يسأل عن هذا الذي فقده من قبل سنة أو سنتين أو ثلاث، فإذا كان محفوظا عند من يعرفه أو موضوعا له جهة معينة تقوم باستقبال الأشياء المفقودة وحفظها حتى يأتي من يسأل عنها ويعني يوضحها طبقا لما هي عليه، فإنها تعطى له. فإذا خصت مكة والمدينة لأنهما بلدان مقصودان يأتي الناس لهما ويترددون عليهما، ومن فقد شيئا منه في سنة من السنوات فإنه يتكرر منه المجيء فيأتي ويسأل عنه بعد سنة أو سنتين أو أكثر فيجده. ولو كان مثل غيره أنه يعرف سنة ثم يملكه ما كان هناك مجال لمن يأتي بعد سنة فيجده، وإنما قد يأخذه أو يلتقطه شخص ويعرفه سنة ثم يسافر به، أو يعني يكون لم يطلع عليه أحد، لكن إذا كان يعرفه دائما أو يجعل في جهة معينة تستقبل الأشياء المفقودة وتحفظها والناس يقصدون إليها ويسألونها عما ضاع لهم فيصفونه، فلذلك اختصت المدينة بهذا مكة والمدينة بهذا الحكم. ثم إن في آخر الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا يختلى خلاها، ولا يختلى خلاها، والخلا هو الحشيش الرطب. قال العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الإغفر يا رسول الله، فإنه لقينهم وبيوتهم. نعم. فإنه لقينهم وبيوتهم، يعني الإذخر هو نوع من الشجر الذي له عروق في الأرض وله أعواد دقاق، فيستفيد منه الناس في البيوت بأنهم يضعونه تحت فوق الخشب وتحت الطين حتى لا يتساقط الطين مع الشقوق، فيضعون هذا الإذخر تحت الطين حتى لا يتساقط، وكذلك يجعلونه أيضا في قبورهم بين اللبنات، يعني يسد الخلل الذي بين اللبنات حتى لا يدخل التراب على الميت من بين اللبنات، وكذلك لقينهم الذي هو الحداد يستفيد منه في إيقاد النار وإشعال الكير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الإذخر، يعني استثناه، وهذا يسمى الاستثناء التلقيني، يعني بمعنى يقول إلا كذا، يعني ليوافق أو لا يوافق. ومثله العطف التلقيني كما جاء في حديث اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، والمقصرين، هذا عطف تلقيني وهذا استثناء تلقيني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في والمقصرين، قال: والمقصرين بعد الثالثة. وأما بالنسبة للإذخر فإن العباس لما قال له: للإذخر فإنه كذا وكذا، قال: إلا الإذخر، يعني فاستثناه وجعل قطعه حلالا وأنه لا بأس بذلك بأن يقطع الإذخر للاستفادة منه فيما يتعلق بسقوف البيوت وفيما يتعلق بالقبور ووضعه بين اللبنات التي تكون على اللحد، أو تكون يعني إذا كان شقا يعني بين اللبنات حتى لا يتساقط التراب، أو للحداد الذي يحتاج إليه في إشعال النار ويعني استخدامه في صناعة الحديد كونه يحمي الحديد حتى يسهل ضربه بالمطرقة حتى يلين ويعني يتصرف فيه كما يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس هذه الأشياء قال: إلا الإذخر، قال: إلا الإذخر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يأتي به عن الله سبحانه وتعالى وقد يحصل منه شيء باجتهاد فيقر عليه،
أو لا يقر عليه. وقد سبق أن ذكرت أن مما يدل على أن السنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء. فبعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أن جبريل جاء وأتى واستثنى الدين فقال إلا الدين، يعني استثناء من متقدم الذي هو كونه يغفر له كل شيء فيكون الدين داخلا. فبعد يعني فترة وجيزة جاء وقال عليه الصلاة والسلام إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني تكلم معي مع بكلام خفي يستثني الدين وأنه حق الناس وأن الإنسان عليه أن يحرص على تخلص من حقوق الناس لأنهم يطالبون بها، وليس هناك إلا الحسنات والسيئات في الدار الآخرة، فيعطى المظلوم من الحسنات الظالم، وإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه وخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح من النار، كما جاء في حديث المفلس قال عليه الصلاة والسلام أتدعون من المفلس؟ قال والمفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فإذا قوله إلا الإذخر قد يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر عليه، أو أنه جاءه جبريل ونزل وأخبره بهذا الاستثناء. ومعلوم أن يعني سرعة الملك ومجيئه يعني أنه لا يدرك كيفيته ولا يعلم يعني كيف يكون، فيكون يختلف عما يعرفه الناس، وما لأن أمور الآخرة وأمور الغيب تختلف عن أمور المشاهدة والمعاينة. نعم. مش معنى في شيء باقي في الحديث شيء؟ الخلا. نعم. الخلا هو الحشيش، هو العشب الرطب، ولا يختلى خلاها أي لا يقطع عشبها الرطب، وأما ما كان يابسا فإنه يؤخذ، يعني الشيء الذي الأوراق المتساقطة والأشياء اليابسة فإنها تؤخذ، وأما الرطب الذي سواء كان خلا الذي هو الخلا العشب الرطب فإنه لا يجوز التعرض له. وقد ذكرته في الدرس الماضي لعل من الحكمة في تحريم العشب وأخذ العشب في مكة والمدينة لأن الله تعالى جعل البلدين آمنين، وقد قال عليه الصلاة والسلام من الله أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة وإني حرمت المدينة، والمقصود أن إبراهيم أظهر حرمة مكة والنبي عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة المدينة، وإلا فالتحريم هو من الله عز وجل لكل من مكة والمدينة، لكن نسب التحريم إلى إبراهيم مع أنه جاء في الأحاديث أن الله هو الذي حرمها لأن إبراهيم هو الذي أظهر حرمة مكة، هو الذي أظهرها وأبانها وأعلنها، والمدينة أظهر حرمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو الذي حرمها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أظهرها. فإذا لعل من الحكمة أنه لا يتعرض للحشيش وللعشب الذي يكون في المدينة ومكة لأن الصيد الذي جعل آمنا في الحرم يكون عنده قوته، لأنه لو أزيل ما في مكة والمدينة من الخضرة الصيد يعني يخرج ولا يبقى آمنا، يعني لأنه لا يبقى لأنه ما عنده طعام، لكن كونه يكون عنده طعام وعنده قوته وعنده الشجر التي حرم قطعها والعشب الذي حرم اختلاؤه هذا يدل على يعني يفيد بأن الصيد عندما حرم التعرض له سواء بالقتل أو الإزعاج أو التنفير عنده قوته وعنده طعامه الذي يستفيد منه
وهو باق في الحرم وهو آمن في الحرم يكون عنده قوته وطعامه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق يعني بما يجوز قتله، وكونه ذكر هذا الحديث بعد حرمة مكة وعدم قتل الصيد فيها، لعل ذلك لبيان أنه ليس كل ما كان في مكة من الحيوان أنه يكون يعني يمنع من قتله، بل هناك ما يقتل لأذاه ولضرره، فتلك التي أبيحت من الصيد هناك أشياء لا يجوز يعني ليست مثلها في أنها يحرم قتلها لأنها لأذاها. ثم ذكر خمسة أشياء أو ستة، يعني جاء في بعض الحديث يعني الحية وبعضها العقرب، وهما يعني كلهما من ذوات السموم، والحية أشد ضررا من العقرب، وقد يكون ذكر العقرب في بعض الأحاديث تنبيها على ما هو أشد منها من ذوات السموم وهي الحية فقد جاء في بعض الروايات العقرب وجاء في بعضها الحية، وكل هذه من الأشياء الضارة. فذكر خمسة أشياء وصفهن بالفسق، والفسق في الأصل هو الخروج، وفي الشرع هو الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة، الفاسق هو الخارج عن طاعة الله. وفي الأصل المعنى اللغوي هو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، يعني تمزق قشرها وخرجت منه، فالمعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص. المعنى اللغوي هو الخروج، فسقت الرطبة خرجت من قشرها، سقطت وخرجت من قشرها. ويعني الفاسق هو الخارج عن طاعة الله ورسوله، الخارج خروج مخصوص وهو الخروج عن الطاعة، خروج مخصوص وهو الخروج عن الطاعة. وقد ذكرت في درس مضى أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من أجزاء المعاني اللغوية، فالمعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة. وقد وصفت هذه الخمس بالفسق، وإذن هذا هو العلة وهذا هو الحكمة من حل قتلها، لأن فيها فسق وفيها ضرر وفيها أذى، فحرم فأبيح قتلها في الحرم كما هو مباح في الحل، تقتل في الحل والحرم لحصول أذاها. فيكون ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق لبيان أن هذا يعني يختلف عما كان قبل من جهة أن الصيد حرم التعرض له، فما كان ضارا في الحرم فإنه يجوز قتله. وقد جاء ذكر هذه الخمس وهي الغراب، وذلك لأنه يتلف الزرع ويتلف النخل ثمرة، والحدأة وذلك لأنها تختطف اللباس، وكذلك الحلي إذا وجدت شيئا نزلته أخذته فيكون فيها أذى، وإتلاف أو أخذ أموال الناس وإتلافها عليهم. والحية أو العقرب، يعني هنا العقرب ولا الحية؟ الحية والعقرب، والعقرب ذلك لضررها في السم، والحية أشد منها ضررا وأعظم منها خطرا. وقد جاء في بعض الأحاديث الحية بدل العقرب، فكل منهما يقتل لحصول الأذى منه،
والفأرة، وذلك لأنها تؤذي في خرق الثياب وفي إتلاف الطعام، وكذلك أيضا في 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 التسبب في إيجاد الحريق، لأن جاء في آخر الحديث أن الفأرة تضرم على أهل الناس بيتهم ودارهم، لأن السراج الذي كان يعني فيه فتيلة فتأتي فإذا تسحب السراج فإذا انكفأ انتثر الزيت الذي فيه أو الوقود الذي فيه ثم اشتعلت، حصل الاشتعال، حصل لأن السراج يعني كان يجعلون فيه زيت ويجعلون فيه فتيلة تظهر ثم الفتيلة تحترق يعني شيئا فشيئا وتضيء للناس. فإذا جاءت الفأرة لهذا السراج الموضوع في الأرض وكفأته حصل بسبب ذلك الحريق، فهي تكون سببا في اتلاف البيت بالحريق، وكذلك أيضا في خرق الثياب وإفسادها ويعني اتلاف الأطعمة وما إلى ذلك من الضرر المحقق الذي يحصل من الفأر. والكلب العقور الذي يعني يعقر الناس أو يعقر الحيوان والدواب، يعني فكل ما كان يعني من هذا القبيل سواء كان الكلب المتعارف عليه الذي هو الكلب المعروف أو ما سوى ذلك من السباع التي يحصل بها أو الحيوانات التي يحصل بها مثل الضرر الذي يحصل من الكلب المعروف. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. نعم، هذه يعني هذه الخمس وما شابهها، وهذه الخمس متفاوتة في الضرر والإفساد، ليست من نوع واحد أو إفسادها يكون نوعه واحدا، بل هي متفاوتة، فيه السم وفيه العقر وفيه الـ 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 يعني اختطاف الأشياء اللباس والحلي وإفساد الزروع والثمار وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. ثم قال: باب دخول مكة وغيره، يعني لأن كلمة غيره هذه أتى بها لأنه ذكر أحاديث ليست تتعلق بدخول مكة، ذكر دخول البيت وذكر الطواف وبعض الأحكام المتعلقة بالطواف، وهي لا تتفق مع دخول مع ترجمة دخول مكة، فمن ذلك عطف عليها بكلمة وغيره ليدخل فيها هذه الأشياء التي هي ليست مندرجة تحت الترجمة التي هي دخول مكة، لكنها تندرج تحت كلمة غيره، لأن كل شيء لا يتفق مع دخول مكة يدخل تحت كلمة غيره، وكلمة غيره واسعة، كلمة غيره واسعة، يدخل فيها دخول الكعبة ويدخل فيها الطواف ويدخل فيها استلام الركن اليماني والحجر الأسود ويدخل فيها يعني الرمل الذي هو الإسراء في الأشواط الأول، كلها تدخل تحت كلمة وغيره. ولهذا أورد عدة أحاديث في هذا الباب، وأولها هذا الحديث المتعلق بدخول مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو شيء يتخذ للوقاية من السهام والسيوف، يكون على الرأس وهو من حديد، إلا أن ذلك الحديد يعني متمدد ليس صفيحة، وإنما يكون مثل زرد يعني متصل بعض ببعض يمتد
وينضغط يعني يمتد وينحصر على حسب ما يريد الإنسان، لأن من الوقاية ما يكون صفيحة من الحديد واقفة، ومنها ما يكون حلقات أو مثل حلقات ولكن ساتر ما ينفذ، يعني ما ينفذ معه السهام ولا تنفذ معه السيف، يعني يقع على هذا الحديد. فالمغفر هو غطاء للرأس، ويعني تتقى به السهام وتتقى به السيوف. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة أو جاء إلى مكة في عام الفتح في رمضان لم يكن معتمرا، وإنما دخلها يعني لفتح مكة، أو جاء المكة لفتحها وللجهاد في سبيل الله، فلم يدخل في نسك، وإنما هو في جهاد للكفار الذين أخرجوه، أتى إليهم في تلك السنة وهي السنة الثامنة. ثم إن الله فتح له مكة، ودخلت مكة في ولايته وصارت دار إسلام، وفتحت عنوة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أقر الناس ويعني جعلهم عتقى وجعل أموالهم بأيديهم، ولم يحصل منه، وإنما من عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وعلى رأسه المغفر. ثم إنه لما فتح الله عليه مكة وجيء بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم يعني بعض الكفار ومنهم ابن خطل، فقال عليه الصلاة والسلام، قيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني من أهل لجأ إلى الكعبة وأنه التصق بها يريد الأمان، يريد الأمان، فقال عليه السلام اقتلوه. قيل إنه كان مسلما ثم ارتد ولحق بالمشركين واتخذ قينات يغنينه بذم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام أهدر دمه. فلما سئل عنه، لما رأوه ملتجئ إلى الكعبة وملتصق بها ومتعلق بأستارها يريد الأمان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه، يعني ولو كان متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه. فمكة فتحت عنوة، والرسول صلى الله عليه وسلم من على أهلها، ومن رأى أنه يقتل فإنه قتل كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه بعد أن دخل حصل الفتح ودخل مكة وطاف بالبيت، ذهب إلى الصفا وصعد عليه وخطب الناس وتكلم وقال، يعني ذكر أتى بهذا الذكر الذي يؤتى به عند الصفا والمروة، وهي التكبير والتهليل وقول صدق الله لا إله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ذلك عام الفتح وهو على الصفا والناس حوله يسمعون، ولكنه بعد ذلك لما فرض الحج أتى بهذا الدعاء الذي يذكر بنصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ودخوله مكة، وأنه صعد الصفا وذكر هذا الذكر وأتى بهذا الذكر الذي حصل عند الفتح. ولهذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه عام الفتح، ولكنه ما جاء أنه رفع يديه في الحج وهو على الصفا والمروة، وإنما جاء هذا فيما يتعلق بعام الفتح. أعد الحديث. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. والحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المغفر، يعني هذا يدل على أن فعل أسباب لا ينافي التوكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك عمل الاحتياط وأخذ بالأسباب وجعل المغفر على رأسه حتى يقيه السهام وحتى يقيه السيوف، فدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، بل الإنسان
يفعل الأسباب ويعول على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، لأن الأسباب الله تعالى جعلها أسباب، وقد يحصل منها الفائدة وقد لا يحصل إذا شاء الله عز وجل أن يحصل الضرر أو يحصل الهلاك لمن شاء هلاكه. يعني الأسباب إذا أراد الله شيئا كان، سواء أخذت الأسباب أو لم تأخذ الأسباب، لكن الله جعل من أسباب السلامة الأخذ بالأسباب، ولهذا فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فذكر الاثنين، قال احرص على ما ينفعك هذا الأخذ بالأسباب، واستعن بالله هذا التعويل على الله سبحانه وتعالى، وأنه مع الأخذ بالأسباب الإنسان يلتجئ إلى الله عز وجل ويسأله التوفيق ويسأله السلامة ويسأله النصر على الأعداء. والأخذ بالأسباب كما عرفنا لا ينافي التوكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل أخذ بهذا السبب، وهو القدوة الأسوة لأمته عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. ثم ذكر هذا الحديث أيضا يتعلق بدخول مكة، بدخول مكة عام الفتح، هناك دخل مكة عام حجة الوداع، الأول حديث دخول عام الفتح وعلى رأس المغفر، والثاني كان جاء للحج في السنة العاشرة ودخل مكة من الثنية العليا التي هي يعني هي الحجون، وقال لها الحجون، وهي مكان مرتفع يعني النزول يعني يكون سهل، المجيء منه سهل، وأما في الخروج فإنه ذهب من جهة أخرى، من جهة أخرى تكون أسهل لخروجه وليس فيها طلوع وصعود. فكان أن فعل صلى الله عليه وسلم أن دخل من مكان من طريق وخرج من طريق، إما لكون الدخول أسهل والخروج أسهل، أو ليشهد له الطريقان، يعني مثل ما يحصل في بالنسبة للعيدين، والإنسان يخرج من طريق يذهب من طريق ويأتي من طريق، أو أنه أسهل هذا لنزوله وهذا أسهل لخروجه. ودخل من كدا، وهذا الثاني يقالها كدا بفتح الكاف. ثم جاء في بعض الألفاظ أو بعض هذا يقال أنه خرج من كدا، من كدا يعني دخل من كدا وخرج من كدا، الثانية التي خرج منها يقال لها كدا. فيعني يقال في التمييز بين كدا وكدا، وأيهما اللي بالفتح وأيهما اللي بالضم، يعني يقولون افتح وادخل وضم واخرج، افتح وادخل، إذا فتحت الكاف كدا صار محل دخول، وإذا ضمت الكاف صار خروج، يعني فيكون هذا يعني يسهل معرفة الدخول، هل هو الدخول أو الضم، الدخول والخروج، أيهما المفتوح الكاف وأيهما المضموم الكاف. وهذا يشبه يعني مسألة أخرى يميز بها بين اللفظين، فإن السلم الذي هو الذي هو يعني تقديم الثمن وتأخير المثمن في الزروع الذي في الثمار، لغة أهل العراق قال السلم، وأما لغة أهل الحجاز قال السلف. ولهذا يأتي في كتب أهل العراق كالحنابلة والشافعي والحنفية يقول السلم، وأما في الحجاز يقول السلف، والسلف هو السلم، إلا أنه لفظاني مؤداهما واحد. ومما يميز أن لغة أهل الحجاز هي بالفاء الحديث الذي في الصحيحين أن قدم المدينة وهم يسلفون، قدم المدينة وهم يسلفون، يعني أن المدينة الحجاز، فإذا لغة الحجاز السلف،
ويعرف تمييز السلف والسلم هل هذه الحجاز أو هذه العراق بهذا الحديث الذي فيه ذكر السلف والنبي دخل المدينة جاء المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين فقال من أسلف فإذا حصل التعبير بالسلف بالمدينة فيكون يعني هذا مما يميز به بين السلف والسلف هل هل السلف لغة الحجاز لأن قد تلتبس الكلمتان لكن إذا عرف علامة أو أمارة أو طريقة يعني يميز بها مثل كدا وكدا أو مثل سلف وسلم يعني يكون حصل التمييز تمييز بعضهما عن بعض فهذا في بيان كيف دخل وكيف خرج عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بدخول الكعبة وأن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد ومعه عثمان بن شيبة الذي هو سادن الكعبة وأغلقوا عليهم الباب أربعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة اثنان من أصحابه وواحد وثالث أيضا من أصحابه إلا أن هذا سادن الكعبة وهؤلاء مرافقون له وأصحابه الذين جاءوا معه عليه الصلاة والسلام فدخل الكعبة وأغلقوا عليهم الباب وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لئلا يدخل الناس ويتكاثر دخول الناس فيحصل منهم تشويش عليه وهو في الصلاة أو يشوش بعضهم على بعض فأغلقوا عليهم الباب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنه من الذين قريبين من الباب ينتظرون الفتح حتى يدخلوا فكان أول داخل عبد الله بن عمر فسأل يعني بلالا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم بين العمودين اليمانيين والكعبة كان فيها ستة أعمدة فالرسول صلى الله عليه وسلم صار بين عمودين يعني اللي من جهة اليمن والعمودين اللي من جهة الشمال يعني ما كان بينهما وصارت الأعمدة الثلاثة يعني وراءه أو محاذية لما وراءه الأعمدة الثلاثة اللي في الصف الثاني وهو صلى بين العمودين وبينه بين الجدار ثلاثة أذرع بينه وبين جدار الكعبة من الجهة المقابلة التي صلى فيها ثلاثة أذرع فقيل أو استدل بهذا الذي حصل من رسول الله عليه السلام وأنه صلى بين العمودين بعض العلم قال إن هذا دليل على أن السترة ليست بلازمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرب من الجدار وما صلى إلى عمود وكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع واستدل به أيضا على أن الإنسان إذا صلى إلى غير سترة وكان المكان أمامه واسع مفتوح فإن الناس لا يتركون هذه المسافة الطويلة التي أمامه يتركون مقدار ثلاثة أذرع من قدمه ويمشون وراء ذلك لأنه ما اتخذ سترة فإذا كان في سترة يعني لا يمرون بينه وبينها وإذا كان ما اتخذ سترة فإذا كانت فإن الناس يتركون مقدار ثلاثة أذرع كالمقدار الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار لما كان في الكعبة فالناس يمرون بعد مقدار ثلاثة أذرع لأن المسافة الطويلة التي أمام الإنسان مفتوحة يعني لا يقال أنه لا يمر بينه وبينها لا يمر فيها وإنما يترك هذه المسافة التي هي مقدار ما كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة وهذا يدلنا على أن دخول الكعبة يعني سائغ وأنه مشروع وأن الصلاة فيها سائغة وبالنسبة للنفل
يعني هذا يعني لا إشكال فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى فيها نافلة، وإنما الخلاف في الفريضة هل يصلى فيها الفرض أو لا يصلى الفرض. فبعض أهل العلم قال إنه يصلى لأن ما ثبت للنافلة يثبت الفريضة، ومنهم من قال إن الذي الأصل أن القبلة تستقبل والكعبة تستقبل، والذي ورد فيه النص وهو النافلة يفعل، والذي لم يرد لا يفعل. ولا شك أن هذا هو الاحتياط، الاحتياط أن الفريضة لا تصلى يعني في الكعبة ولا في الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، الحجر جزء من الكعبة، فالنافلة لا إشكال فيها لورود النص، والفريضة فيها الخلاف. والاحتياط في عدم الصلاة فيها أي في الكعبة أو في الحجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ذلك، والذين قالوا بالجواز قالوا إنما ثبت للنفل يكون في الفرض إلا إن وجد دليل يمنع، إلا أن وجد دليل يمنع ويقال إن الفرض بخلاف ذلك، فعند ذلك يصار إليه. اقرأ الحديث مرة ثانية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عمر رضي الله عنه من يوم فتح الباب هو أول من ولج، لأنه كان ملاصق للباب يريد أن يدخل، فكان أول داخل، فكان أن سأل بلال الذي كان معه: هل صلى رسول صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. هذه الترجمة ذكر فيها المصنف رحمه الله دخول مكة وعلى دخول نفس عام الفتح وعلى رأس المغفر، ودخوله في عام حجة الوداع من كذا، وخروجه من الثنية سفلى، وكذلك أيضا دخوله البيت في عام حجة الوداع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. دخول البيت عام الفتح وليس حجة الوداع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.